نعم ماجد، طبعا تقيدنا الحركة بما أننا نحن موجودين داخل أحد الطائرات الفارهة والتي تستخدم اليوم كطائرة نقل خاصة خصوصا لكبار الشخصيات. تحمل هذه الطائرة قرابة 4 مقاعد فقط، وكذلك يستخدمها اليوم يعني بعض الشركات التي تختص بتدريب الطيارين لتدريبهم لقيادة بعد ذلك الطائرات الكبرى مثل طائرة A380 وبوينغ 777 وغيرها من الطائرات الضخمة. فتبدأ يعني البداية لهؤلاء المتدربين من هذه الطائرة، وضمن هذا النظام الذي نشاهده اليوم داخل هذه الطائرة يتم اليوم تدريب رواد يعني الطيران ويعني المتدربين في مجال الطيران عبر هذه الطائرة. بالإضافة أنها يعني هذه الطائرة البرازيلية يعني تقدم كذلك اليوم استعراضا حيا وثريا هنا ضمن معرض دبي للطيران لتعريف كذلك كل الزائرين والزوار لهذا المعرض بالطيران الفارهة والطيارات الفارهة الموجودة ضمن 175 طائرة موجودة على هذا المدرج، مدرج مطار المكتوم. ماجد، يعني فعلا نحن نتحدث عن نسخة غير اعتيادية لهذا المعرض، نتحدث خصوصا يعني بعد عودته بعد جائحة كورونا كأول معرض للطيران على مستوى العالم يعود بهذه الضخامة وبمشاركة 140 دولة. هناك 20 جناحا للدول المشاركة، بينها بعض الدول التي تشارك للمرة الأولى مثل جمهورية التشيك، روسيا، وكذلك يعني سلوفاكيا وغيرها من الدول الرائدة في صناعة الطائرات. وكذلك يتطرق هذا المعرض في هذه النسخة إلى العديد من المواضيع ليس فقط في مجال الطيران إنما في مجال الأمن والأمن السبراني وكذلك مجال الفضاء. وينضم اليوم 250 من عمالقة رواد المجال الطيران خصوصا في مجال الفضاء ويعني تطوير يعني الأقمار الصناعية للمشاركة على مدى 5 أيام متواصلة ضمن معرض دبي للطيران لتعريف اليوم الزوار بأهمية هذا الاقتصاد الذي يعني تضرر بشكل كبير خلال جائحة كورونا. ويعود اليوم معرض دبي للطيران ليتيح فرصة للحياة من جديد وينعش اقتصاد الطيران عبر هذا المعرض وهذا التجمع الضخم لأكثر عن 1200 شركة موجودة هنا تعرف اليوم الزوار على أحدث الابتكارات في مجال الطيران والعلوم في هذا المجال. من معرض دبي للطيران موفدنا سلطان البادي، شكرا لك.